لقينا قطيع دببة يا اخوان. هو قطيع، الحلو بالقطيع انه في ليفل 8 بيناتهم. بصراحة نقطة الصباح للدببة بس الظاهر. هذا لونه شوي يعني غريب عن الباقي، بس ما اظنه نادر لانه في اثنين منه. مستحيل، ما سبق وشفت حيوانين نادرات بنفس المجموعة. نشيك بالاول تحت، خاف يكون في ليفل اعلى من هذا. ليفل 2، ما شو بدي فيه. شوف شكله بيخوف، بس في مسافة شوي بيناتنا عادي. بس خليني ارش سبراي بالاول عشان ما يحس علينا. ما اظن في اعلى منه، غالبا بيكون الليفل 9 لحاله، غالبا مش دائما، اغلب الاوقات. طيب بظن اني راح اضربه. هذا ليفل 6، لا هذا ليفل 2، هذاك ليفل 6 ورا. طيب خليه يرفع راسه ونضرب. تمام، نجيب الثاني. هجم علي؟ فكرته هجم علي والله. ذاك لا بلا ما اصيد اكثر من هيك، ثلاثة بكفي. خاف خرب تزونه. انا لازم مش مصاد هذا الليفل 2. شو بدي بالكاش؟ الكاش عندي، صار عندي ما بعرف كم، 180 ألف، بكفي وبزيد. ما بيهمني الكاش انا كثير بصراحة، بس خاف يكون خربت الزون والله. بعده موجود منيح. هو ثلاثة بظن الحد الأقصى، أكثر من ثلاثة بتخرب الزون هيك. أنا بتذكر، ما بعرف إذا أنا غلطان. هذا لك كمان، تحسهم نادرات بس خي مش نادرات ما أظن. بس ليش يدل مع بعض هيك لحالهم؟ طب خلينا نصاد وحدة بالله، بدي أشوف. طيب 65 والله قريب، قريب كتير خيي، كتير كتير قريب على الدايموند. شكله بيخوف. ها 1555 ليل كاش. اشوف هذيك نادرة لانه ما اظن، بس متأكد عشان بعدين ما نندم. عرفت علي كيف؟ والله ضربت وما ضربت، وحيوانين يعني هناك بهالمكان هذاك اصيدهم عادي ما بيخرب، ما اظن ياثر على الزون. هذا كمان 62، كمان ليفل 60 باللونج. طيب نروح على صيدتنا. بين الأربعة والثمانية يعني وقت ممتاز. بس شفت هذا القطيع اللي كان من شوي، هذا القطيع الكاريبو يعني ما مش زيادة بصراحة على الفاضي. كلهم كم أكبر واحد بيناتهم ليفل 3 ذكر، بس الباقي كله ليفل 1 و 2. ما كان في شيء يستاهل إني أعزف حالي مشانه صراحة. ما كان بدي أصدم، بس قلت لحالي هذول يعني شكلهم شوي غريب، يعني ما أظن إنهم نادرات، بيدلوا على البايبل ده هيك شيء. بس
خلينا نشوف هسه كيف. يعني انا ما بعرف شو يسوي فيك انت. قلبه قلبه قناص وما يصيدونه، قصدي قناص ولا كيف، كيف كان المثل بعرف ناسي. شو هاد الزلمه؟ والله ليش انا حظي هيك دوم؟ هذا شوف ليفل 3 راح علي. والله ليفل 3 عادي، ما اظن ياثر كثير. شوف مش نادر هاد لايت براون، توقعت والله. بس لو تاكدنا يعني ما ظل انه حصره بقلبي والله، عشان بعدين ممكن افكر والله. بس كمان الكاش حلو 1000 بـ1000. وين الموس؟ هذاك الموس. عم بحاول اسوي المهمة هذا عشان هذا السلاح في الثاني قافلينه، بس الظاهر في مشكلة بالمهمة بالمشن ما قدرت اكملها. لكن هذاك شكله احلى، استبطاني بتلاقي لونه اكثر يعني للسيلفر. قلبه قلت لكم ترى حتى هذا السلاح الماجنوم 300 كينينج ماجنوم برونتر، او يعني المهم يعني يكون 300 كينينج ماجنوم برونتر، هذا يعني نوع السلاح وشكله، لكن هما نفس القوه. لكن كثير سلاح ممتاز عشان الحيوانات الحجم كبير، فبنصح كل واحد فيه، خاصة يعني شكله هاي السبطاني النحاسي الذهبي تلمع، يعني مش انه والله بس هيك لون. اللي بيجيب منظر السلاح هو انه السبطانة تكون تلمع فيها لمعة قزازي، فممتاز.